صباح الفل، صباح الفل، صباح السعادة. اخوات عاملين ايه؟ ربط مخي عشتوني اول قد الدنيا دي كلها من الفيديو اللي فات. طبعا انا بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات زي الاول كده، كنت كل يوم بنزل فيديو لظروف ما يعني، بس ان شاء الله بقى ايه هنشتغلوا تاني مع بعض زي الاول، وكل يوم هيبقى لي فيديو، كل يوم هيبقى معانا جديد. انا النهارده بقى طول رايحه فين؟ انا رايحه بقى السوق، بس طبعا ده تاني اسبوع لينا بعد العيد. كل سنه وانتم طيبين، فرحه بقى السوق، يا رب نلاقي الحاجه رخيصه. بس الجو بقى ايه قالب كده، كان امبارح شمس، الجو كان نار، والنهارده بقى الجو ايه ساعة يعني. فانا بقى رايحه السوق، احنا دلوقتي احنا الساعه 7:30، هنشوف بقى الاسعار، نروح لماما نشوف عايزه ايه، ونشوف الاسعار في اللايك كومنت بقى الحلو اللي زيك اللي يشجعني عشان قناتي بقى تكبر بيكم. يلا بينا. عايزين من السوق؟ لا شوف عايزه من السوق ايه. يلا بقى نروح السوق ونشوف الاسعار ايه. صل على النبي الاول. هما كام؟ نزلهم زي ما عيد فيه؟ والله ما فاضي. حاجة شوية. لا 20 ماشي يا لا 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 ما تصوريش وانت في السوق.
كوسه ثانيه. كوسه كيلو وربع معاكي. فين؟ زي واحدة صغيرة قلت لها برنيني. بلحتيه هيك كده. تبغى شعبان. برنيني. كده. بتدلع. كيلو ونص بعشر. والطويل ده؟ طويل بعشر. حاضر. اي يلا دني حكي يا عم بكم الجزر يا ماما؟ ان شاء الله بس يا رب ما اكون معاك بس بحط مره بحط مني
اخذت الدار على الفنجر بتاعي. ربع بعشرة بنات. بناتي يا اولاد بناتي ويستر عرض بناتي. جبت نص بعشرين وجبت الخضرة اتنين بخمسة وجبت الجلجيت تلاتة بخمسة وجبت طماطم بعشرة طماطم دي ولومه دي لومه جبت برتقان كيلو ونص بعشرة جبت جزر كيلو ونص بخمسة جبت بنجر كيلو ربع بعشرة جبت بدنجان كيلو بعشرة بدنجان طويل جبت بدنجان كوبي كيلو بخمسة جبت لهم برضه بخمسة اهو جبت الفلفل الأحمر ده كيلو بعشرة جبت بطاطس البطاطس كيلو ونص بعشرة دي لأمي وجبت بير جبت ليمون جبت جوافة كيلو بعشرين جبت البصل ده كيلو باتناشر جنيه جبت مكرونة كيلو بسبعة وعشرين جبت جبنة العلبة بتمانية وتلاتين جنيه وده بقى كان فيديو النهاردة دي حاجتهم وده كان فيديو النهاردة لو فيديو بقى عجبكم متنسوش في اللايك والكومنت بقى الحلو زيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.